وزارة الشؤون الدينية كانت محل جدل في عديد المواضيع، وآخرها مسألة فتح المدارس لتعليم القرآن خلال عطلة الصيف في شراكة مع وزارة التربية، وين اختلفت الآراء في الموضوع مش على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لكن زاد في الشارع التونسي. والله بهيسر وتعاون الشباب وتنهيه وتعاون معناها الصغار وتنهيهم معناها على برشة مشاكل. والله يعني صغيرات توا أنشطة هكا باهية، أما ما نتخيلش اللي صغار بشنا يعني والدي مش ينجموا ينجحوا فيه، لأنه صغير من اللي يخرج من المدرسة ماذا به يمشي للعطلة، يمشي للبحر، يمشي يحوص يتفرهد. جميل الوليدات تعلموا القرآن في هذا تعلموا حاجة أخرى. بالنسبة لينا ينجم يقرأ قرآن في دارهم في بوه، يتعلم اللي بوه يعرف يقرأ قرآن ولا بوه يصلي راه، هذيك ممكن تمشي أكثر. فكرة تعجبني ونوافق عليها، يعني من برشا حاجات موجودة للأولاد والقرآن مش موجود في الصيف، يعني ملاهي تنهيوا فيها اللي تبعدهم على الأصول وتبعدهم على الأصالة بتاعنا وعلى القرآن. نقطة أخرى شدت الأنظار في الفترة الأخيرة وهي دعوة وزارة الشؤون الدينية عدم تداول طبعة خاصة بالقرآن الكريم اللي قالت إنه فيها أخطاء كبيرة وفاتحة، وطالبت بسحب النسخ في المكتبات. ويجي هذا في الوقت اللي وضح فيه اتحاد الناشرين التونسيين إنه الخطأ موجود في 10 نسخ فقط وتم سحبها وتعويضها في الإبان. في جانب آخر، وزارة الشؤون الدينية قاعدة تلاقي في انتقادات كبيرة حاول إعادة الهيكلة اللي قاعد يقوم بها محمد خليل، وإن كان صرح إنه فما برنامج باش يعمل عليه وملفات واضحة على غرار تحفيظ القرآن الكريم ونشر المعرفة الدينية. وبالنسبة للإصلاح الإداري فإنه باش يتم دمج إدارة الرقابة الإدارية وإدارة الرقابة الدينية في إدارة واحدة، مع العمل على مسألة المساجد اللي مازالت خارج السيطرة وعددها تقريبا 50 مسجد. فإلى أي مدى باش تتأثر البرامج والقرارات اللي وضعتها الوزارة بجملة الانتقادات؟ وهل سينجح القائمين على الشؤون الدينية في تونس في تكريس معاليم الإسلامي المعتدل وسد كل المنافذ على التطرف بأشكاله، وفي نفس الوقت إبقاء كل قنوات الحوار مفتوحة مع المتدخلين في الشأن الديني؟